حياتي مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار، فلوا هني فلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. شيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكر عاشق أول صار. بسرعة تصيري غيرك غير الناس، فلوا هني فلوا آخر هم الكل، تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى، حبك حل عمري وخلى أيامي فراح، تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار. تزعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا، لا قبلك ولا بعدك أنا معك مشوار ابتدى. جيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق بفتكرهاش أول صار. دقيقة واحدة ما بدي أبقى معه ولا دقيقة. أني أنا هلأ بدي أنزل على البيت جيب أغراضي، وبلكي بجيب نام عندك كم ليلة. بتستقبلينا؟ حياتي أكيد بستقبلي، بس أنت جنيتي تتركيني البيت وتفلي؟ يومين ثلاثة بينساكي وبيرجع بجيب صاحبته على البيت، شو بتعملي ساعتها؟ أوي جيبة آخر همي، عمره ما يرجع، أنا ما بقى بدي أشوف صورة وشه بحياتي. أولكا ركزي معي شوي، انت لا عندك بيت ولا اهل ولا شغل. الله يرحم امي وبيه، بس ماتوا بطل الي قيمه بهالدنيا. الله يرحمهم، بس انا كل قصدي انه ما فيكي تحملي حالك وتفلي بدون اي شيء. انت فكرك انا بعد فيها انطر لعيد ميلادي لحتى سجل الشقه؟ هيدا اذا سجلها اني كان عطولي قلي أنا مني فاضي مني فاضي. يا حبيبتي شو نسيتي إنه عنا خطة تتستعجلي ويسجليك؟ لا ما نسيتها، بس أنا خلص ما بقى قادرة أنطر آني، ما بقى قادرة أنطر لحتى نأمن المبلغ ونرجع نروح ننفذ الخطة، خلص مش قادرة. يا حبيبتي شدي حالك، هني كلهم بعد في 700 دولار فيك تسحبيهم الليلة، أنت شاطرة وبتعمليها،
وبعدين نشوف شو منعمل، وأكيد هو ما رح يكون عنده حجة. ما بدي كان أقعد يومين معه؟ يومين مع هيدا الوقت بنفس البيت؟ أولغا بدك تشدي حالك شوي، هيك بتربح الشقة، فكري هيك، فكري بمصلحة. اسمعي مني، أنا بدي كرمالك، ما بدي تتسرعي وتندمي بعدين وتقولي إنه أنا ما نصحتك. بس عشرت شرط شو؟ لو شو ما كان، لو شو ما بدنا نعمل، أنا أكتر من كم يوم ما بقدر داين. إيه إيه أكيد، إيه ديل. افهم انت شو بدك يا استاذ عمر؟ كيفك تينا؟ مش منيحه، كيف بدك ياني كون يعني؟ شو بدك منه؟ في افهم على شو لحقه شو بدك منه؟ بلا تينا بلا مينا؟ في افهم انت شو بدك؟ انت شو جاي تعمل هون؟ خلصنا بقى بودي؟ شو يعني ناطرين الناس على الكوع يعني؟ مش عارفين كيف بدكم تطلعوا منه المصاري؟ جماعه حراميه كلكم؟ كلكم يعني كلكم، انه شو جاي تخوفوا للزلمه هون؟ كرمال يدفع لك مصاري؟ ايه ما راح يدفع لك حبيبي، مش خايف منك. انت فاهم الموضوع؟ فهمته كثير منيح للموضوع بودي، عمول معروف ما تتدخل. شو عم بتعلمني عليه يعني؟ ما بعرف، جماعه نصابين مش عارفين كيف يطلعوا مصاري؟ بعدين على شو عم بتكبروا هالقد كل هالكرنتين نغني هون؟ الزلمه عاملين منه قضيه شرق اوسط، بدك تكبرها؟ ايه كبرها، مش خايفين منكم. بدنا نكبرها بعد اكثر. ييييي هالقد الثقه هالقد؟ شو عم بتهددني يعني؟ عم بتهددني؟ ايه هدد لقلك هدد. استاذ عمر مش جاي يتشكى علي ولا عايز مني فلوس. والله وشو جاي يعمل يعني؟ جاي يعمل مشاوي؟ استاذ عمر جاي يديني فرصتي، عايز يغني، عايز يبقى مدير اعمالي. انجل تشرب شي مسقع؟ نايمة. شكرا. خيرة الأوابل. تفضل تفضل. ثلاثة مسقعة مول معروف. آني شو في؟ منيحة اللي لقيتك، هاي تالت مرة بجي وما بلاقيكي بالبيت. أنت كيف عرفتي بيتي؟ ولو منك جارتي. في شي يعني؟ لا، بس فليتي من السوبر ماركت وتركتي هول. شو هول؟ هول أغراضك. شفتك فليتي ركض، قلت اكيد جد معك شيء وما لحقت تحاسبي. بس انا ما دفعت حقهم. انا دفعت لك حقهم. خفت تكوني نسيتي شو نقيتي. ميرسي. ولك عشو الميرسي؟ ما الجيران لبعضها. طيب هيك عني. لا انا بحطهم عنك جوا، هيك هيك بدك تعزميني على فنجان قهوه، ما هيك؟ ظبطنا زغيطه هديك المره بالجامعه، مش مضطر هالمره فبتنكر. بتنكر ومناخد سيلفي، احلى سيلفي. لا بلا سيلفي، بلا سيلفي.
عن جد سوري بس يا عمر، يعني ما تواخذني بس انا فهمت الموضوع غلط. ما تقتلي ما صار شيء، بس انه انا بنظرك هالقد عاطل يعني وظالم؟ لا ما تحكي هيك ارجوك، بليز ما تفهمني غلط، بس انا يعني شغلي ابدا من كل شيء انت بتعرف، وبعدين الانسان بيكون تعبان بمصرياته. لا لا ما تقتلي هم، انا حكيت انا وبودي خبرته انه ما في خساره ماليه، كلها قصه تضيع وقت. والمشاهد اللي انا صورتها قبل؟ لغينا المشروع. يعني وجودي مثل قلتي؟ لا لا ما تاخديها شخصيه مش هيك. انا اللي محمل الفيديو كليب بتاعي، انت اللي حتكوني الموديل وبس. سوري. طيب انا راح استاذن. بودي مثل ما اتفقنا فضيلي حالك وانطر مني تليفون. اول ما حتكلمني حتلاقيني على باب مكتبك. تمام باي باي. باي. بودي مبروك مبروك حياتي مبروك، هيدا احلى خبر بسمعه بحياتي. وانا كمان عن جد مبسوط لك من كل قلبي. انا حاسس ان انا طاير في السما. يلا وين بنروح نحتفل؟ مش هنحتفل دلوقتي، نحتفل بالليل. اوكي. والله ليه بالليل؟ ليه بقى شو عندك؟ لازم اروح اكلم جاد كلمتين. بودي ما بيصير ما بيصير تصير فنان وبعدك ويتر. عارف عارف كلمت عمر في الموضوع ده، بس لازم اكلم جاد كلمتين بعيد عن الشغل. عارف حاجة؟ استنيني في العربية انا حاجي. ايه هيك من الاول يا فنان. يا نجم. نجم النجوم. نفسك صاحبي، عامل نفسك اخويا. مبروك مبروك هي. مبروك على ايه؟ اني عرفت اخلاقك، عرفت نفسيتك. بودي ليه عم تحكي معي هيك؟ شو شفت شي عاطل منه؟ قال لي استاذ عمر انت اللي اتوصلت معي عشان يعرف يوصل لي، مش كده؟ يعني لازم تشكرني. فهمني اشكرك على ايه بالظبط؟ كيف عشو بدك تشكرني؟ من وراي اخذت فرصة العمر، فرصة حياتك. بس مش ده كان هدفك. انت كان هدفك توصل الأستاذ عمر ليا عشان تأذيني، صح؟ انا شو عرفني اصلا شو بده كان؟ يمكن عشان انا قايل لك وعجبك الموضوع ده فقررت توصله ليا. تحليلك غلط. ما تتخبيش عليا يا جاد، بانت حقيقتك. خلص الكلام بيني وبينك، ولا انت صاحبي ولا نعرفك دلوقتي. يا عيب الشوم عليك. ده انا ماشي له. يلا نمشي. انه بعدك عم تسأل يعني؟ يلا اكيد. عم تظهري معبودي؟ عم تظهري معبودي؟ انا بقول لك انا بقول لك يا اهلا وسهلا شرفتينا. ميرسي يا مزوقه. تفضلي. ثانك يو. ما قلتي لي صار لك زمان ساكنه هون بالحي؟ لانه انا ما بتذكر اني شايفتك من قبل. لا صراحه ما لي زمان، انا جديده بالحي. كنت ساكنه قبل بالاشرفيه، كان بيتي بجنن بياخذ العقل، بس من سنه توفي مرحوم جوزي. ما عاد طايقه القعده، كيف ما ابرم بالبيت اتخيلوا قدامي. اخر شيء حسيت حالي رح جن، قلت خلص ما بقدر اتحمل. وغيرت بيتك؟ ايه حطيته للبيع، وبس اجاني سعر حلو جيت اخذت هون بالمنطقه. هون المنطقه ارخص والبيت اصغر، انا صرت لوحدي لشو بدي بالبيت الكبير. الف مبروك. يبارك بعمرك حبيبتي. ايه شو كنت عم بقول لك؟ ايه ماني بحاجه لبيت كبير، جوزي الله يرحمه كان يحب البيوت الكبيره. تقبري البيوت الكبيرة وساعتها لا بيخلص شغلها ولا بيخلص تنظيفها، وبهيدي الأيام ما بقى فيك تجيبي حدا، ما بقى تأمني لهم، ما بتعرفي شو بيعملوا، وخصوصا إذا البيت فيه مصاري وذهب.
شو حبيبي طمنيني مش الحال؟ ايه مشي وركض كمان. يا حرام بس شفت الصور جنت وخوتي ما عرفت كيف روقتها. ايه عال عال يعني مرقت عليها. مرقت عليها وبس؟ لك هيدي الفكرة كانت أعظم فكرة بالعالم. أنت حياتي كتير ذكي. ايه بعرف بعرف حبيبي شو عم نلعب. المهم هلا قولي لي طلعت لك حق الخدمة؟ خدمة شو؟ لك شو خدمة شو لك يا حياتي؟ وبلاش نحن فتحنا لها التليفون وشلنا لها الصور؟ ايه شو يعني صدقت الكذبة وكذبتها؟ شو هاي؟ لك إنه قصدي مكذب وعم تصدق. اه قصدك كذبت الكذبة وصدقتها. ايه لا حبيبي ما كذبت الكذبة وصدقتها. بس بما إنه أولغا مصدقتها يعني لازم تدفع مصاري حبيبي. لك أكيد رح تدفع رح تدفع بس حرام المرة كتير منهارة ما أنا مناسبة هلا جيب لها سيرة المصاري. ايه مع قلبها شر حبيبي هلا بتكون رايقة دقي لها وقولي لها. في غير قصة 300 دولار تبعت التليفون في 700 دولار تبعت تسجيل الشقة. شو؟ كيف؟ خلص ناويت له بدها تاخد الخطة وتنفذها بأسرع وقت. خلص مش طايقته. ايه منيح منيح. بتعرف الوحدة منا كيف بتصير لسانات الناس وسكت الناس واخبار ولك لو كل واحد بيهتم بحاله ما بيكون أحسن؟ ايه بلا ايه والله معك حق. بدي استأذن منك بس شوي لأنه بدي أشوف الرزات وأشرب مي. مي؟ بليز جيبي لي مي معك أنا كمان. ايه تكرم عينك بجيب لك. مرسي. يا الله مع مين هيدا عم تحكي هلا؟ تكرم عينك ست ابتسام. وهي سيارة الغالة شركة لا ترويح زيت لا ريحة لا صوت لا حرقة. قلعة قلعة وماشية. طالع فيها هو بكرة على الجبل بحط ايدي بمي باردة. مي باردة؟ بمي مبوزة لك بمي متلجة بحطها. ولو نحن فينا نزعله للسيد أنطوني. مرسي. وقديش بتأمرنا؟ خليها علينا. لا ما بيصير بس سيرنا نحن جيران. أكيد والله وحياة الله رح سيرك من دون ما تحكي. خليني بس أحسبهم هيك 20 50 70 80 100 دولار. 100 دولار بس؟ إيه؟ يعني صار لك 3 أيام تشتغل فيها بس 100 دولار؟ إذا ما قدرت تدفعي 100 دولار ادفعي أكثر. الله يكثر من أمثالك معلم توني. يا هلا يا هلا هاي المفتاح ستنا. تفضل. ميرسي لإلك. ميرسي لإلك معوضين. يعطيك ألف عافية. حمزة شوف لها الطريق للست ابتسام روح عجي خليها تمرق يلا وفوت لي هذيك الحاولة رجع. الله معك. ايه الو ولي مع مين لك ساعة عم تحكي؟ لك شو بكي اولغا مع ربيع مع مين يعني؟ تعي شوفي المصيبة اللي انا فيها. مصيبة؟ رجع طوني على البيت؟ لك لا طوني ما بيرجع هلا هونيك جارة اجت لبصت علي وتحكي وترغي وتحكي وترغي وانا ما الي خلق لا احكي حدا ولا شوف حدا. طيب بسيطة قولي لانك مشغولة وبدك تظهري. ليكي اني عملي لي هالخدمة بشرفك تعي انت لعند هيك بنعمل حالنا انه نحن مشغولين وظاهرين. قلت لك اولغا بدي روح عند امي. طيب ماشي الحال سلمي لي على امي هلا بشوف انا شو بعمل لحتى اتخلص منها. يلا باي باي. تفضلي. مرسي. يمكن عم تقل عليك بس صدقيني الوحدة كتير صعبة بتخليك تعملي أشياء غريبة. أوقات بصير أحكي مع حالي أوقات بتحسي رح تجني بتقعدي لوحدك. والله ما تعاملني ولاد ومن وقتها ما توفى المرحوم جوزي قاعدة وجي وجه الحيط. يا ريت الله تعاملني شي ولد يا ريت. Thank you.
لي رحلة فيها. انت مش متخيلة قد ايه حاسس ان انا هبقى مرتاح جدا وانا بصحى بكرة، مش محتاجة اروح على المطعم واسمع النكد والقرف بتاع جاد. طب ما قلت لي شو جاد حكيت انت وياه؟ مش هقولك، مش عايز اتكلم في الموضوع ده دلوقتي وبوظ القعدة بتاعتنا. ايه بس انتبه، هلا الشغل صار عندك دوبل، يعني ما تفكر انه خلص بطل عندك شغل. طب انا عارف، بس في فرق كبير ان واحد يشتغل شغل ما بيحبوش ولازم يروح عليه كل يوم، وان يشتغل حاجه بيحبها جدا ويشتغلها من قلبه. معك حق. يلا عقبالي. لا لا ثانيه واحده، انت هتكوني معايا، هتكوني الموديل في الكليبات بتوعي، مش بس اول كليب. ايه بس انا طموحي مش انه ضل موديل كل حياتي، يعني ما انا عم بدرس اخراج، عبالي اصير مخرجه. كويس جدا، هتبقي المخرجه في الكليبات بتوعي، بس على شرط. شو؟ هتبقي المخرجه والموديل، انا اكيد مش هلاقي حد احلى منك. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده يا عم. على فكره بدك تاخذني على مصر. ايه لانه انا كثير بحب مصر ولا مره رايحه. بجد؟ ايه طبعا. بس يصير معك مصاري. قصدك تقولي ان انا شحات دلوقتي يعني؟ ايه يا عبير قولي لي، دخلك عملتي شي اليوم غير انك بس تدقي لي وتنقري لي مخي؟ عرف يعني انه انا دقيت لك كثير اليوم؟ ايه عارف، بس لو انت بتعرفي انه لو بدريت كنت رديت من الاول. وسام، بس انت قلت لي اليوم حتجيب لي جواب، شو قصتك؟ ليه منك صاير قد كلمتك؟ فشر، انا اللي قد كلمتي، بس انه يعني بعد ما خلص النهار. ايه وشو بين معك؟ انه لهلا بعد ما بين معي شيء، بس انه اعطيني بعد شويه وقت. اي ساعة وسام، اي ساعة؟ يعني لبكره، اعطيني لبكره ماكسيموم. مع اساس قد كلمتك وعلى اساس اليوم هلا صار لبكره؟ يي عبير شو بك لحقتيني على الكلمة؟ خلص قلت لك تارك كل شغلي وعم راقبه للزلمة، يا ريت بتقدري قد ما بتنقي. ما عم نق وسام، ما عم نق، بس انت وعدتني تذكر. طب وانا عم اقول لك اذا ما بتتركيني على راحتي اشتغل، روحي شوفي حدا يراقب غيري، منيح؟ ما حراقبه بقى لبودي، تركيني اشتغل على راحتي يا اختي. بعدين بدي اعرف شو اللي عجبك فيه للزلمة. خلص وسام خلص، ما تعصب. مين بدي اشوف غيرك يعني؟ بوعدك بوعدك ما بقى ضايقك، بس انت كمان ما تتاخر علي. قلت لك عم براقبه انا شخصيا، اوعى تفكريني كمان كثير مبسوط، لانه انا كمان عم بخسر مصاري. طيب ويسو، انت ما في منك بتعقد، ميرسي كثير، باي باي. شو شكله بعد ما عرف لك شيء؟ ايه لا بعد. ليكي كارول، شو حاسالك لاخر مره، مش انت يلي بعتيها للبنت؟ شو قصتك عبير؟ شو جنيتي انت؟ ليك بتعرفي شو، اذا ما بدك تصدقيني خليني اقوم في المطعم معي بقى. خلص صدقتك صدقتك، بس رح مت اعرف مين هي هيدي البنت. سوسية بعدك زعلانة مني؟ لا حبيبتي، انت اخر وحدة بزعل منها. لا قبل اخر وحدة. اخر واحد بودي، ما هيك؟ مزبوط. بس انت زعلانة مني، شفتك امبارح كيف كنت متضايقة وفتي لجوا. لا ماني زعلانة منك، بس ما حبيت اللي قلتي، كنت مفكرتك عن جد مبسوطة معي. أكيد كنت مبسوطة، كنت كتير مبسوطة، بس أنه بودي بيطالع الواحد من تيابه، كيف قادرة أنت بس تستحملي وتكوني هيك رايقة؟ بس فهميني. بحبه. أنا كمان بحبه، بالنهاية هو خيي كمان، بس أنه خلص بيضل يستفزني، ما بقدر أسكت أنا، مثل ما هو بده يصير واللي براسه بده يصير. لا وفوق هيدا وكله بده يمشي كل العالم على ذوقه كمان. بس بيني وبينك كان معه حق، نحن صوتنا عن جد كان كتير عالي. حتى لو، وإذا صوتنا عالي يعني شو بدي يجي ربينا كمان؟ أنا بقول أنت بتضايق منه هالقد لأنه كنت عايشة لوحدك مع أهلك، لما توفى بيه وإجا يعيش هون إنه كأنك حسيت إنه أخذ شيء من قدامك. لا
وحياتك لا ما في شيء منه هذا الحكي. بالعكس منيح اللي اجى يعيش معنا، لانه كانت الماما بغياب وتلوم حالها تعمل مندبه، كانت معيشتنا بتراجيديا بالبيت. اي ساعة عمر قال لك بكره تروح لعنده؟ 10 الصبح. تيجي معي؟ لا ما حلوه. شو مديرة اعمالك انا؟ بعدين ما بدي عمر يحس انه نحن عم نتعدى على شغله وهيك، عرفت؟ ما حلوه. اوكي. مش عايزين نزعله طبعا. بوديك كنت عم فكر بشغله هيك يعني خطرت على بالي، انه انت شو رايك بالزواج يعني هيك ككل؟ دلوقتي شفتيني في اول طلعتي فتحتي موضوع الجواز؟ شو ثقيل؟ لا مش هيك، بس انا انه هيك عم بسال انه اذا انت بتحب تعمل عائله يعني. طبعا كل حد بيتمنى انه يعمل عيله، بس مش حلو ان الواحد يستعجل، كل حاجه في الوقت المناسب. قصدك انه ياخد وقته يعني ليتعرف على الشخص الثاني؟ يعني قصدي انه مش حلو ان الواحد يستعجل، ياخد وقته. هقول لك، اولا مش حلو ان الواحد يتجوز وهو صغير، مش حلو ان يتجوز قبل ما يأسس نفسه، مش حلو ان يتجوز قبل ما يعرف شريكه. طيب وبركي الواحد يعني هيك استعجل وتجوز، انه بركي كان مفكر انه رح يمشي الحال. ما هو الواحد لو ما استعجلش مش هيقع في الغلطة دي في التأني سلامة. ايه بس الواحد بس يكون صغير ما بيكون عنده يعني انه الوعي الكافي ليفكر بهالطريقة. هنا بقى دور الأهل، هم لازم يفهموا الولاد من هم صغيرين عشان ما يقعوش في الغلطة دي. ايه بس اوقات الولاد ما بيردوا على أهلهم. هنا بقى مشكلة الأهل، الأهل هم العاطلين. اوف هيك دغري حكمت على الأهل يعني؟ حكمت على مين؟ واحنا بنتكلم على حد يعني معين؟ لا لا أنا عم بحكي هيك بالمطلق يعني، إنه ليش بدك تلومهم؟ تلوم الأهل. كمان ما ينفعش ألوم الولد وهو صغير، لازم ألوم حد. هلوم مين؟ خلص حبيبتي ولا يهمك، وقت اللي بدك قولي لي وأنا بجيب ساعدك. إن شاء الله خير. توني؟ نعم. شو رأيك تفوت تتحمم؟ عيب حياتي. طيب ما حضرتك الست أول مرة بتشرف لعنا، يعني معقول أنا أقوم أتحمم وأتركها قاعدة؟ شو بتقول عنا؟ طيب لا لا ما بقول شي ولا يهمك، أنا أصلاً شوي وبدي روح عبيتي. يي ليه خليكي متسليين؟ تانية؟ نعم. فوت تتحمم هلأ. يلا 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 ماشي قايمة. ايه وين كنا؟ أولغا؟ نعم. حياتي بتيجي شوي اعملي معروف. يلا بالإذن رجعت لي خليك. خير طوني شو فيا؟ أولغا هيدي المرة اللي جوا بتعرفيها؟ شو هالسؤال يعني؟ كيف ما بعرفها؟ ولو كيف بستقبلها عندي بالبيت اذا ما بعرفها؟ ايه مزبوط. ايه بس من امتى بتعرفيها يعني؟ انه مش من زمان كتير يعني، من كم يوم. بعدين ليه عم تسال؟ لا 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 ولا شيء ولا شيء حياتي، بس هيك يعني. ما هو لانه لا انا ما لانه انا ماني شايفها من قبل. بس ايه شو يعني؟ ما يعني شيء. شو يعني؟ يعني هي قالت لك انه شايفتني من قبل؟ لا توني ما قالت لي شيء. هي ما عم بفهم عليك، شو هالأسئلة البلا طعمة؟ حياتي شو أسئلة بلا طعمة؟ أسئلة عادية عم بسألك، ما في شيء. طب يلا خلصني فوت اتحمى. ليكي حياتي لحظة صغيرة بس، أنت ليه مستعجلي؟ روقي شوي. قولي لي بس إنه أنتوا عن شو عم تحكوا؟ توني شو بك؟ شو عم بيصير معك؟ إنه ما عم بفهم عليك، عم تعمل معي تحقيق؟ لك لا لا تحقيق ولا تمقيق، روقي نتفه بس لأتعرف عليها. طب خلصني فوت اتحمم وبس تخلص تقعد معنا، حاجة تسألني أسئلة بيزنطية. طيب ماشي ماشي خلص رح فوت اتحمم. ماشي خلصنا. قبل ما انسى شوفي بدي مصاري. أولغا هلا وقت مصاري؟ تركيني بهمي بقى، في 100 شغله براسي، بعدين بنحكي بالمصاري. مصاري مصاري الا مرحبا. قلت لك بدي مصاري. ايه
شو بشي جوزك؟ نو لا ابدا، بس عيطت لتعطي المنشفه. ما يكون تضايق مني. لا يي اللي بده يتضايق منك ليش؟ شو قلتي لحتى يتضايق؟ ما هيك ما قلت شيء. ليش حسيتك اخذني على البيت؟ ايوه طبعا مروحه. مش انت قلت انه بدنا نروح نسهر شي محل؟ انا قلت لا. بودي شو بك؟ ليه بتحب تعصبني على طول؟ لا حوصلك تغيري هدومك وانا لازم اغير بعد كده نخرج. اوكي قبلت. طبعا غير لو انا بالغلط نمت وما صحيتش البيت بكره الصبح. بقتلك. يا اهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. حدا حضرتك هون ساكنه بالحي؟ ايه هون بوشكن. اه والله غريب، مع انه مش شايفينك قبل. ما هيك اولغا شايفينا نحن شيء قبل؟ لا انا مش منتبهت لها، يعني الا من يومين التقيت فيها بالصدفه بالسوبر ماركت. اه بالصدفه؟ من يومين قلتي لي؟ انه من يومين ثلاثه. لا من يومين على القد. أولغا حياتي ممكن راسي عم يوجعني، فيك تجيبي لي هيك بس حبتين لوجع الراس لخيلك؟ ليه ما بتعرف انت تقوم تجيب؟ لو حياتي والله ما راح اعرف وينه، يعني هلا بفوت بخربط لك الدنيا كلها فواني تحتاني. الله يرضى عليك جيبيهم انت. فيني افهم شو عم تجربي تعملي؟ بشو؟ بشو؟ بمجيتك لهون بشو؟ نحن ما حكينا واتفقنا؟ ايه حكينا واتفقنا، وقلنا انه منبقى جيران. طبعا رح نبقى جيران، اكيد بدنا نبقى جيران، لانه لا انت فيكي تتركي بيتك ولا انا فيي اترك بيتي. مزبوط. وانا عم بتعرف على جيراني ومرتك جارتي وكتير طيوبه. اه والله طيوبه؟ هيك صارت؟ تفضل. ميرسي حياتي. تسلمي لي. بعزبك بس هيك بكباية مي؟ ايه قوم جيب انت توني، خلصنا بقى يي. طيب طيب ماشي قايم جيب. وين كنا؟ هيدا اللي بيشتغل مع بودي يلي اجا مره لعنا. جاد؟ شو؟ ايه ايه جاد، انا قلت جاد. لوين شفتيه؟ شفته امبارح بالمطعم محل ما كنا عم نتعشى، كان قاعد مع واحد. وما سلم عليكي؟ ما عرفك؟ بلا، التقينا نحن وفلين وسلم علينا. اه اوكي بس هيك؟ كان بدي أسألك شو بتعرفي عنه؟ شو بعرف عنه؟ ليش هالضحكة سوسو؟ إنه ليه عم تسألي عنه ميرا؟ لا ماشي، بس إنه كنت قاعدة مع رفيقتي وقالت لي يمكن بحب الشباب. إيه؟ أكيد لا. شو اللي خليها تقول هيك؟ لا ما بحسه هيك أبداً. أكيد أنت؟ أنه ماني أكيد 100%، بس أنه على الأرجح لا. طب في شي طريقة لنتأكد؟ شو فرقاني معك؟ أنه إذا بحب الشباب أو البنات، أنت شو فرقاني معك ميلا؟ ميلا؟ عاجبك جاد؟ شوي. إيه وشو فيها؟ ليه مستحية؟ لا مش مستحية، أصلاً عادي فيها البنت تنعجب بكتير شباب. شو فيها؟ إيه وجاد كتير مهضوم. اسألي بودي، بودي كتير بحبه.
هيك مثل نظهر أربعتنا سوا. شو حلو. إيه روقي ما تتحمس كتير سوسو، مش هيطلع بحب البنات بالأول. شو بعدك واعي مبين؟ إنه لحقتيني ها؟ لحقفة كنت. يعني أخذت الدواء كم مرة؟ قلت لي خد الدواء بأوضتك ونامي هونيك يعني. أوكي يا أمي، بدي أنطريك وما بدي روح ترم الدواء. آه يعني بتخفي هون على الكنبية أحسن؟ إنه في حل تاني، إنه تجي أنت بكير مثلا. ليش حاسة في تلطيش؟ سهر 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 كل يوم. طيب تينا شو منه يعني أمي؟ لك أي سهر ولك يا أمي، بعد الساعة 8:30. لا هلأ منيح، بس بعد شوي على الأكيد بتقولي لي بدك تظهري. إيه لا ما حزرتي يا مدام، أنا تعبانة كتير فايتة أتحمم وبس. إنه ما بدك تشوفي بودي؟ لا ما شفته بعد الظهر، هلأ بس بدي فوت أتحمم وأكدش الفرشة كتير نعسانة. أحسن شي حبيبتي بتعملي. خاصة أنا نعسانة كتير كتير، بدي فوت أتحمم ونام. يلا يلا وأنا كمان فوتي قدامي على أوضتك أحسن أجي لقيكي غافية هون. شو فلت جارتك؟ ايه فلت. انه مو بدك تعطيني مصاري يعني؟ أولجا شو بكي انت، شو قصتك؟ ما بلاقيكي الا اعطيني مصاري، اعطيني اعطيني اعطيني. شو فكرتيني قاعد على بنك؟ شفت كيف بتشحتني الليرة؟ لك انا عم شحتك الليرة؟ ثلاث ارباع اللي بطلعهم من المحل بتاخديهم انت بتصرفيهم، ما بسألك على شو عم تصرفيهم؟ والربع الباقي انا بحطه مصروف للبيت وبنزيناتي وتليفوني، بطلع عم شحدك الليره كمان عصير التليفوني. اذا بتريدي اطلبي لي بودي بدي اساله عن التليفون وين صار لو سمحتي. هدى هات عبد لك مهدى. الو ايه حبيبي بودي، شو صار بالتليفون خيي؟ والله ما قدرت شي خير. لك بدي التليفون. عارف يا خيي النهارده كان يوم ماراثون بالنسبه لي، كان عمال جري في جري في كل حته، والله لما اقول لك مش هتصدق. لك دخيلك هلا بعدين بتخبرني. ايدي بزنارك خال، لاقي لي اياه الله يوفقك، كل النهار مثل الضايع بلاه. حاضر، بص انا خارج دلوقتي وحعدي عليهم اشوف لو حاضر الاقي التليفون، ان شاء الله بس ما يكونش ضاع. ان شاء الله يا رب. ناطر تليفونك خالها، ما تنساني. اكيد لا حبيبي، يلا باي. اوكي حبيبي يلا باي. ليش عم تسألوا عن التليفون؟ تشوف وينه؟ لشو؟ ما تليفونك هون بالبيت. بالبيت؟ هون بالبيت؟ ما قلبت الدنيا عليه، وينه؟ لقيته أنا عم عزل تحت التخت. مرقوا علي كتار، لا ملكوا أوقاتي ولا خلوني غار. فلوا هني فلوا آخر همي الكل، تبقي وحدك انتي بعمري قد الكل. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا. لا قبلك ولا بعدك، أنا معك مشوار ابتدى. حبك حل عمري وخلى أيامي بفراق، زعل ترضى الدنيا كلها معك أنا مرتاح. لا قبلك ولا بعدك، لا مثلك مش مارق حدا. لا قبلك ولا بعدك، أنا معك مشوار ابتدى. شيت محيط الماضي وبكرة سجلته باسمك على فكرة، وقلبي اللي ما بيعشق نفتكر عاشق أول صار.
ضيعتي تفكيري وعيتي الاحساس قدرت بسرعه تصيري غيرك غير الناس فلوا هني فلوا اخر هم الكل تبقي وحدك انتي بعمري غير الكل لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى حبك حل عمري وخلى ايام افراح تزعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مال حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى جيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره وقلبي اللي ما بيعشق تفتكراش اول صار انا معك مشوار ابتدى حبك حل عمري وخلى ايام افراح تزعل ترضى الدنيا كلها معك انا مرتاح لا قبلك ولا بعدك لا مثلك مش مارق حدا لا قبلك ولا بعدك انا معك مشوار ابتدى جيت محيط الماضي وبكره سجلته باسمك على فكره وقلبي اللي ما بيعشق تفتكراش اول صار